محمد رمضان كتير. احنا هنا انا نيجي للميل التفسير واضح للدكتور يعني مش بعيد قوي يعني كده تقريبا يعني خلاص الميل 30 رقم 3 هو الروماتيك كوريا. الروماتيك كوريا بيمثل تقريبا 10% من البرزنتيشنز اللي بتيجي ليها الروماتيك فيفر ان جنرال. لان المركز الاولاني كان يمين في الارثرايتس بنسبه 75%، ثم يجي الكاردايتس بنسبه 50%. طبعا اكيد في كوينسيدنس ما بين الاثنين ده ممكن يجي معنا، ثم من بعد ذلك في روماتيك كوريا. كوريا ده فيرب يوناني. يوناني معناه ايه باليونانيه؟ تو دانس. فكلمه كوريا معناها يرقص، هي فيها حركات تشبه بشكل ما الرقص. ليها اسماء ثانيه سيدنهامس كوري ماينر، ولو ان ماينر ده مفرقش معناها ايه، لان لو في ماينر المفروض يبقى فيه ايه؟ ميجر. هو سيدنهامس كوري وخلاص، لان مفيش غيره. طب ايه كمان؟ في اسم كمان كان بيتقال زمان ما عادش متداول، لكن في بعض الدروم بيقولوه اسمه سنت فايتس دانس، عشان بس لو حد سأل فيها، لكن نادرا لما حد اصلا تلاقيه عارف الاسم ده. سانت يعني قديسه، وايتس واضح انها حد جاله ايه الروماتيك كوريا وبدات الحركات تحصل له فمرض اتوصف عليه. على اي حال هذا الديزيز اللي هو الكوريا او سيدنهامز كوريا ماينور او سانت فايتس دانس ايا كان هذا الاسم، عباره عن الافكشن اوف ذا بيزال جانجليا او ذا برين، بالذات فين؟ في كوليت نيوكليس. طبعا تعرفين ان البيزال جانجليا فيها كوليت، فيها فيوتيبل بلنتي فور، مش كده؟ الكوليت نيوكليس هي اللي بتبقى افكتد هنا باي ذا روماتيك بروسس. طب ده جزء من البرين، ده توقعي بقى من الاول لما نقول اي كلام، ده جزء من البرين. ان الرياكشن ايه؟ ايوه صح، اكسبريتيف رياكشن. طالما اكسبريتيف رياكشن تتوقعوا ان هي قبل ما تبدا ريزوليوشن، مش كده؟ يعني المرض ده رغم عنف في البرزنتيشن هنشوفه دلوقتي الا ان اخرته كويسه. اخرته كويسه ليه؟ مفيش فايبروزس، او لغه البرين مفيش جلايوزس، لان البرين مفهوش فايبروز، لكن في حاجه مشابهه اسمها ايه؟ اسمها جلايوزس. فالموضوع بيختم ختام سعيد. المرض ده مور كومن ان فيميل، يعني قصاد مثلا كل 30 بنت تلاقي ولد عنده روماتيك كوريا. موجودين طبعا، لكن البنات اكتر بكتير. عشان كده في الانسيدنس المره دي قلنا حاجه، قلنا ان سلايتلي مور كومن ان فيميل، لان دي مش واحده من الكرايتيريا الكبيره، الكبير الاثنين عدوا خلاص. فده لما يبقى سلايتلي، ده بيبقى مور كومن، تخلي الروماتيك فيفر على بعضها سلايتلي مور كومن شويه في البنات. الروماتيك كوريا تحصل في البنات الكبار فوق سن 8 سنوات، وغالبا تشوف سن اكبر من كده بكتير. يعني تشوفها ايه؟ 13 14 15 17 وفي الرجال 20 و22 و23، يعني ممكن تلاقي حد في طب وعنده هذه الروماتيك كوريا عادي خالص. الروماتيك الكورية بتيجي لوحدها خالص، يعني يكون الروماتيك فيفر جت والستريبت انفكشن مشيت وراحت لحالها، وبعد شهور تظهر الروماتيك كوريا لوحدها. يعني غالبا الروماتيك كوريا لما بتيجي ما بتلاقيش معاها كارديتس، واستحاله تلاقي ارثرايتس، ان الارثرايتس بيخلص في خلال اسبوع. ولذلك الروماتيك كوريا هنعرف في الاكسبشنز بعد شويه ان وجودها لوحده كافي لتشخيص الروماتيك فيه، لان وقت ما بتيجي ما بقاش شيء حاجه ثانيه غريبه. طب الروماتيك كوريا دي كاركترايزد بايه؟ كاركترايزد بفرايد ثلاث حاجات بيحصلوا فيها. الحاجه الاولى abnormal movements، الحاجه الثانيه hypotonia، الحاجه الثالثه emotional lability. اول حاجه بتلفت نظر الاهل هي الابنورمال موفمنت. الابنورمال موفمنت بتاعت الكوريا توصف بانها sudden jerky سودو بيرفوسيف او نون بيرفوسيف، الاثنين صح. بمعنى ده البنت قاعده في امان الله ما فيش اي حاجه خالص، وفجاه تقوم عامله كتفها كده، تقوم جاي عامله ايديها كده منظرها منها مره واحده. ولو انت ركزت معاها يعني قعدت تبص لكام ده، الحركه تبدا انها ايه؟ يزيد عليها. يبقى حركه بتحصل اتريست من اي مقدمات صدم جيرجي سودو بيربس فور موفمنت. طيب يعني ايه سودو بيربس فور؟ سودو بيربس معناها انها قصدها نص ونص. يعني ايه قصدها نص ونص؟ يعني البنت عملت كده فتتكسف قدام الناس تقوم جاي عامله كده مثلا، عامله حركه تقول ان انا كان نفسي اعمل حاجه، يعني بتوصف للناس انها كان نفسها تعمل حاجه يعني بمزاجها، عشان ما تخرجش قدام الناس. لكن طبعا الموضوع بيزيد بقى بعد كده وهي بتتكلم، بيحصل موفمنت في الطنج، يقوم الكلام يقطع مره واحده، بيحصل موفمنت في وشها،
بس المومنت بتدعمها الاثنين تبدا الحاجات تقع من ايديها. عشان كده اقول اول الناس اللي بتشتكي من كوريا الام ليه بيقول لك هات الكوبايه من المطبخ تجيب الكوبايه وتقولها ما اعمل هات كسر الكوبايات. المدرس ليه الكراسه في ايد البنت جت اديها لهم جايه رميها في وشه بيحصل لها صدم شركي اب نورمال موفمنت تحصل في الفيس تحصل في اللمس تحصل في الترنك تحصل في الطنك ده اول حاجه. طبعا في اللحظه دي هيبداوا ان هم يجيبوها لدكتور الاطفال او دكتور اعصاب الاطفال يشوف هيبدا بقى يعمل تيست فور هايبوتونيا. ايه بقى اختبارات الهايبوتونيا اللي هنا؟ هو عايز يعرف ان التون بتاعت البنت دي ضعيفه. فيرست فور يقول لها يا بنتي اعملي ايدك كده لقدام ارم بروتريوجن خلاص. عشان تعمل الحركه دي محتاجه انها يبقى في بروبر ماسل تون عند الريست بروبر ماسل تون عند الميتا كاربو فالنجر والانتا فالنجر. تقول البنت دي عامله كده يا بنتي كده لقدام برضه عامله كده. تقوم تحاول انها تسمع الامر تقوم تعمل كده يعني بتحاول انها تنفذ بس مش قادره من الايه من الهايبوتونيا. تقوم ايديها تاخد المنظر اللي انا وريه لكم ده المنظر ده اللي شافه قال لك ده شبه شوكه الاكل ولو ان الشوكه 4 × 5 ماشي. وفي ناس قالوا ده شبه المركب يعني مش قريبه قوي بصراحه شوكه الاكل شكلها احسن خلاص. فقالوا لها ادينا الفور كابيتس. فلو عملنا ارم بروتريوجن هنلاقي الهاند تنزل في المنظر ده وبعدين يحصل حاجه زي سبولنج في الهاند كده وتبقى شبه شوكه الاكل او ادينا الفور كابيتس. دي اول حاجه. ايه كمان؟ كمان نقول للبنت طلعي لسانك بره بره بقك بس بشرط مش تسنديه على اسنانك. احنا عايزينه يعتمد على الباور بتاعته وعلى التون بتاعته. يبقى هنطلع لسانها بره خلاص وتستنى 30 ثانيه ومش تدخليه جوه. ايه اللي هيحصل لما تطلعه بره؟ اولا احنا قلنا ان الحاله فيها ايه؟ ابنورمال موفمنت. ولو انت ركزت معاها تزيد. فالبنت مطلعه لسانها بره وانت مركز معاه شايف لسانها ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ابنورمال موفمنت. عشان تقاوم الابنورمال موفمنت وتخلي لسانها بره لازم تحتفظ بايه؟ بالمصل تون. فما تقدرش يقوم لسانها يغلبها ويدخل لجوه. يا بنت طلعي لسانك بره ثانيتين وقوم جاي داخل لجوه. دي اسمها هايبوتونيا. يبقى الهايبوتونيا بتيجي في صوره ايه؟ ارم بروتريوجن تقوم جايه منزله صوابعها لتحت وبعد كده تقوم جايه واخده منظر شوكه الاكل. كده فورك افيرنس. تاني حاجه اللسان كان نوت بي بروتريودد او سايز اوت. رقم 3 من كتر الويكنس ممكن البنت تبقى بارالايز يعني ما تقدرش تبدا تقع في الارض. يفتكروها انها مثلا جالها حاجه من امراض الشلل الرخو الحاد زي مثلا حاجه زي اسمها جليان باري ناخدها بعدين. ولذلك الموضوع ممكن يبقى فيري سيفير يعني البنت اولا بتعمل حركات غريبه بوشها وبايديها وبرجليها وجسمها وكل حاجه مش عارفه تتكلم مش عارفه تاكل هايبوتونيك بارالايز. شايفين البرزنتيشن عامل ازاي؟ وبرغم كل شيء في الاخر ايه هيحصل؟ المرض هيخف. ليه هيخف؟ لانه اكسيجيتيف رياكشن. ايه كمان؟ ايموشنال لابيلتي. البنت بلا سبب تبدا تعيط 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 بدون اي سبب واضح وبعد شويه تبدا تضحك على الاكستريم الثاني من الايموشن. تعيط جامد وبعدين تضحك جامد تعيط جامد وبعدين تضحك جامد خلاص بدون سبب واضح. فبتعدي ما بين البولز اوف ايموشن بدون سبب. انتوا عارفين ان الايموشن فيها بولز في البول اوف وات في عندنا تو بول. يا اما الواحد يجيله ديبريشن خالص خلاص يا اما الواحد يجيله سايكوزس خالص. سايكوز اللي هو الجنون بتحكي بهبل والديبريشن طبعا كلنا عارفينه مش كده. فهي بتعدي ما بين التو بولز اوف ايموشن من الديبريشن الرهيب والاكتئاب وانها بتعيط وزعلانه وقرفانه للضحك بدون سبب خالص 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 يكاد يكون يرقى الى درجه الجنون. طبعا المنظر ده حتى لو قعد شهر او شهرين الاهل بيبقوا عايزين يخلصوا منه مش كده؟ يعني البنت طول المره عماله توقع حاجه من ايديها يحصل لها اكاديميك ديتريوريشن في المدرسه. كانت بنت شاطره وفجاه يحصل لها اكاديميك ديتريوريشن. الناس بيقولوا عليها كلام غريب بالحركات اللي بتعملها بوشها وبجسمها وبايديها وبلسانها. فبالتالي المرض ده بنضطر نديله عليها كده كده العلاج بتاعه في خلال يوم او يومين بتلاقي البنت اتحسنت جدا وكان شيئا لم يكن لغايه ما ربنا ياذن ويعدي فتره الشهرين ثلاثه ساعتها لما نوقف العلاج وكده كده هترجع لطبيعتها تاني. ده هو الروماتيك كوريف التي تكفي لوحدها لتشخيص الروماتيكي. الروماتيك كوريف تكفي لوحدها لتشخيص الروماتيكي. دي الكرايتيريا رقم 3 المحترمه. نيجي بعد كده 2 كرايتيريا غير محترمين. واحده اسمها ايريسيما مارجينيتم واحده اسمها سبسوتينيوس. ايريسيما مارجينيتم بيقولوا انها بتحصل في اقل من 5% من الحالات. طيب الاول هي اسمها ايريسيما نفهم كده لونها ايه؟ احمر. مارجينيتم نفهم كده ان ليها مارجن. والحاجه اللي ليها مارجن واضح بيبقى السنتر بتاعها كليني. هو اللي بيحصل انها بتبقى عباره عن رينز من الايريسيما
ليها شارب مارجن وكلير سنتر. مكانها فين؟ بتيجي فين؟ رادس الريسيما دي تيجي على الترنك والبروكسيمال بارت اوف ذا ابر ليم والبروكسيمال بارت اوف ذا لور ليم. تيجي على الترنك والبروكسيمال بارت اوف ذا ارم والبروكسيمال بارت اوف ذا ساب. دي اماكنها. ولكن في نقطة مهمة جدا في الريسيما مارجن، احنا قلنا الانسيدنس كام؟ اقل من 5%. صعب قوي انك تفرقها على فكره من انواع السكن راش الثانيه اللي بتحصل في الاطفال باشكال كتيره جدا. ثانيا من اهم مميزاتها انها ويفي. يعني ايه ويفي؟ تيجي في موجات، بمعنى انت كنت سعادتك نبطش بالليل، النايم النبطش، شفت حاله الريسيما مارجينيتا بالليل في المستشفى، رحت جايب مسجل كده في التذكره، جاء المدرس مذاكر الصبح وانت بتمره الحاله دي فيها الريسيما مارجينيتا، وريني يا ابني، مش هيلاقي حاجه خالص، تلاقي فانست تقعد ساعه او اثنين وتروح لحالك. ولذلك هي صايم ممكن اكذبك فيها، يعني مش شرط ان انا اصدقك فيها، بالذات لو انت كنت قليل الخبره لسه مش قادر تفرق الريش من بعض، ممكن يبقى ريش لاي سبب حساسيه من ده ومن ده اللي تاخدها في المستشفى. ولذلك الريسيما مارجينيتا كصايم ما بيحتاجش بيها لوحدها، يعني ما فيش حد يجي يقول لي ايه انا شخص اللي فيه روماتيك فيفر بالريسيما مارجينيتا ومش عارف ايه من ماينر كريتيريا، ما ينفعش، لازم ابقى متحمل على حاجه كبيره زي الكاردايتس او الارثرايتس او الكوريه. لكن ما ينفعش ان يبقى الروماتيك فيفر تسيب لي ال 75 وال 50 وال 10 وتروح تلعب مع الاقل من 5%، صعب قوي. الكريتيريا اللي بعد كده هو السبكوتينيوس نوديول، ودي نادره 1% او اقل من 1%، وعلى ما يبدو ان جون بس هو اللي شافها، على ما يبدو ذلك مش بنشوفها اصلا، يعني عمري ما شفت السيما مارجينيتا شفناها نادره، السبكوتينيوس نوديول دي عمرنا ما شفناها خالص. على اي حال السبكوتينيوس نوديول دي شكلها عامل ازاي؟ نوديول يعني عقايد، حاجه تحسها بدي كده، فين؟ تحت الجلد. فين بالظبط تحت الجلد؟ في الاكستنسور سيرفيس وعلى البولي بروميرز، يعني عند الالبو تلاقي واحده مثلا، خلاص. تيجي مثلا عند الاوكسبر تلاقي واحده، عند الاسكابر تلاقي واحده، عند التشيلوم ساتيديا تلاقي واحده. سبكوتينيوس نوديول لا بتوجع ولا محمره ولا تندر ولا بنتول ولا اتشي ولا اي حاجه خالص. السبكوتينيوس نوديول بالوصف اللي احنا قلناه ده موجود في الروماتويد ارثرايتس، وموجود في الانفكتيف اندوكاردايتس، وموجود في السيستميك لوبس، وموجود معنى كده انها حاجه سبيسيفيك ولا نون سبيسيفيك. ولذلك لما واحد يقول لك انا شخصت الروماتيك فيفر باثنين ميجور كرايتيريا، ونعرف ان الكلام ده صح بعد شويه، الريسيما مارجينيتم اند سبكوتينيوس نوديول، تقول له ايه؟ يعني اقصد تقول له، يعني انا هقول له ايه؟ لا مش مهم بقى اقول له ايه. فكره يا جماعه مش معقول ابدا الروماتيك فيفر تسيب الارثرايتس والكاردايتس والكوريه حتى وتمسك في الجراثيم ومارجينيتا والسبكوتينيوس نوديول، يعني دول ممكن يتحطوا جنب اشياء اخرى لكن مش يبقوا هما الدعامه الرئيسيه في التشخيص اللي هم مارس بالسيفيك ويحصلوا امراض كتير. ميجور كرايتيريا وجون ار روماتيك ارثرايتس، روماتيك بانكارديتس، روماتيك كوريا، جراثيم ومارجينيتا اند سبكوتينيوس نوديول ان اوردر اوف فريكونسي. طيب جون قال علشان نشخص الروماتيك فيبر لازم نتبع الجونز كريتيريا اللي هي ريفايز سنة 65، سنة 1965 اللي من ساعتها مش حصلها ريفيجن مرة تانية. تفتكروا ليه مش حصلها ريفيجن؟ أولا الناس سلبت كريتيريا فعلا، يعني كانت الكريتيريا معمولة صح، ده كانت آخر مراجعة ليه. رقم اتنين، لأن المرض ده من أمراض الدول النامية مش من أمراض الدول المتقدمة، مش هتلاقي روماتيك فيفر بره كتير، نادرا جدا لما بيشوفوها، ولذلك حتى وجودها لا يسمح بعمل ابحاث عليها. فهتلاقي في الدول الناميه اللي هم ماشيين حالهم بالايه؟ بالموديفايد جونز كرايتيريا، وهي على اي حال كرايتيريا محترمه مش اي كلام. الموديفايد جونز كرايتيريا قال لك ايه؟ قال لك علشان اشخص الروماتيك فيفر انا محتاج اتنين ميجور، او واحدة ميجور بلس اثنين ماينور. يبقى نسأل نفسنا سؤال، مين هم الماينور؟ واحد فيبر، أظن ده منطقي جدا، يعني عم نقول روماتيك فيبر، روماتيك فلازم يكون على الأقل دي فيبر. تاني حاجة أرثرالجيا، بس من غير استهبال. يعني ايه من غير استهبال؟ يعني ما تجيش تقول الواد فيه ارثرايتس انيميجي وعنده فيبر ادي ماينو وعنده ارثرالجيا دي كمان ايه ماينو، خلاص يبقى روماتيك بقى، مش واحده ميجي واثنين ماينو. طب ازاي بقى ده تستعمل؟ هو ينفع ارثرايتس مع ارثرالجيا؟ ما هو ارثرالجيا معناها ايه؟ وجع. طب ما اللي عنده ارثرايتس اكيد عنده وجع،
فما تقوليش ان عنده ارثرايتس وارثرالجيا كمان. اللي عنده ارثرايتس بالتاكيد عنده ارثرالجيا كجزء من المانيفيستاشن اوف ارثرايتس، فلا يجوز استعمال الارثرالجيا في وجود الارثرايتس. كذلك البرولونج بي ار انترفال دي واحده من الماينور كرايتيريا، بس ايه الشرط؟ ما تبقاش الكاردايتس ميجور، لان واحده من المانيفيستاشنز اوف كاردايتس مايوكاردايتس بالذات وجود برولونج بي ار انترفال. يعني انا امتى امشيها؟ واحد عنده ارثرايتس ميجور وبرولونج بي ار انترفال ماينور وعنده فيبر، هو ده يمشي خلاص. لكن مش واحد عنده كاردايتس ميجور وبرولونج بي ار ماينور، ده ما ينفعش. يبقى انا كده بجمع كرايتيريا من الهواء خلاص. طيب ايه كمان؟ الاكيوت فيز رياكتنس الاي اس ار والسي ار بي والبوليمورفو نيوكليير ليوكوسايتوسيس، ايه دول بقى؟ انا بطلب من المعمل اقول له اعمل لي صور الدم واعمل لي سرعه ترسيب واعمل لي بروتين سي متفاعل. صوره الدم، هو صوره الدم بص فيها على ثلاث اشياء، مش كده ان هم ايه ثلاث اشياء؟ على الهيموجلوبين الار بي سيز دي قصه، وعلى الواي بي سيز وتفاعلاتها دي قصه، وعلى الصفائح البليت دي قصه ثانيه. دلوقتي انا اهتم بقصه رقم 2 اللي هي الواي بي سيز. لما جسمنا بيتعرض لاي ستريس، اي ستريس زي ايه؟ انفكشن، تروما، مايوكارديال انفاكشن، ستريس. فالستريس ده بيحفز البومر ان هو يطلع الستريس سيلز. مين هي الستريس سيلز؟ هي البوليمور او النيوتروف. الخلايا اللي بتتعامل مع الستريس هي البوليمورف نيوكليير ليوكوسايتس او النيوتروفيلز. طيب النيوتروفيلز او البوليمور اصلا الديسابير اصلا في صوره الدم الطبيعيه. يعني لو احنا جينا شفنا الوايت ديزيز اصلا نورمالي كان في الاطفال من 5000 الى 10000 خليه على الكيوبيك مليمتر. يعني الطبيعي ان صفائح ان خلايا الدم البيضاء اسف تتراوح من 5000 ل 10000 خليه في المليمتر المكعب. ده الطبيعي خلاص. لو زادوا عن 10000 يبقى اسمها اليوكوسايتوزيس، لو قالوا عن 5000 يبقى اسمها اليوكوبينيا خلاص. يبقى اول حاجه في زياده بوليمورفو نيوكليير ليوكوسايتوزيس. طب النسب المئويه كام للواي ديزيز؟ هنلاقي ان من 40 ل 65% بوليمور، ومن 20 ل 45% ليمفوسايتس، وفي نسب بسيطه من 2 ل 5% ايزوفيل، والبيزوفيل اقل من 1%، والمونوسايت حوالي 2 ل 8%. المهم الاثنين الكبار هم مين؟ البوليمورفس والليمفوسايت. الكلام ده عندنا ولا عند الاطفال؟ الارقام دي بتاعتكم ولا بتاعت العيال الصغيره؟ بتاعتكم وبتاعت العيال الصغيره بدايه من سن 6 سنوات اللي هو سن الروماتيك فيفر. سن الروماتيك فيفر ارقامه زي ارقام الادلت. قبل 6 سنين في كلام تاني في صوره الدم، لكن بتكلم طفل من 5 او 6 سنوات وانت صالح هي دي ارقامه اللي هي زي ارقامنا بالظبط. يبقى التوتال اكسيدنت كاونت كام؟ من 5000 ل 10000. صنفهم لي بقى كام بوليمورف؟ من 40 ل 65%، كام ليمفوسايت؟ من 20 ل 45%، والباقيين خلايا اخرى. طب بصوا على اللي هقوله ده، طفل جاي لك عنده 10 سنين لقيت التوتال اكسيدنت كاونت بتاعه 20000، ده يوصف بانه ايه؟ عنده ليوكوسايتوزيس. جيت تفسرهم بقى لقيت ان الطفل ده عنده 16000 خليه منهم بوليمورف، يعني تقريبا 80% من الخلايا كانوا بوليمورف. يبقى عنده ايه؟ يبقى عنده بوليمورفو نيوكليير ليوكوسايتوزيس. امال لو لقيت 16000 خليه ليمفوسايت يبقى اسمها ليمفوسايتوزيس. امال لو لقيت 7000 خليه ايزينوفيل اسمها ايوزينوفيليا. انا هنا بتكلم عن موضوع النهارده اللي هو بوليمورف نيوكليير ليوكوسايتوز. يبقى معناها ايه؟ اولا العدد الكلي زاد، والنسبه المئويه للبوليمورف من العدد الكلي زاد. يبقى بوليمورف نيوكليير ليوكوسايتوز معناها العدد الكلي زاد والنسبه المئويه ليهم جوه التوتال زاد خلاص. ده اول حاجه، ده احد الاكيوت فيز الاكل. ده سبيسيفيك للروماتيك فيفر؟ ها لا خالص. يعني اللي عنده اوستيومايلايتس يجيله يجيله، اللي عنده روماتويد يجيله، اللي عنده لاي حاجه. لكن لو انا جيت عملت صوره دم لواحد روماتيك فيفر، انا شاكك ان هو روماتيك فيفر، وطلعت صوره الدم سلبيه ما فيهاش اي حاجه خالص، مش ده يشكك في تشخيصك، لانها اكيوت كونديشن لازم تنيوتروفيل تستجيب، فلازم ساعتها تبقى داون فور اباوت يور دايجنوز. ولذلك هي صحيح مش سبيسيفيك لكنها مهمه
انها تصدق التشخيص بتاعك. تاني حاجه بنعملها بنعمل سرعه الترتيب. ايه سرعه الترتيب ده؟ Erythrocytic sedimentation rate. سرعه الترتيب دي يا شباب احد اهم الاختبارات اللي اتعملت في الطب، بالذات لما تكون بتتكلم عن دوله من الدول الناميه بالذات. يعني ليه سرعه الترتيب؟ ببساطه بتاخد دم من عيان وتحطه في انبوبه وتستنى عليه مده ساعه وساعتين، بعد ساعه تقيس كميه الترسيب الاحمر في الانبوبه، يعني الخلايا اللي نزلت في بعضها وعملت عمود ونزلت اترسبت، وبعد ساعتين برضو بتقيس وتشوف كميه الترسيب كانت كام في اول ساعه وكانت كام في ثاني ساعه. احنا طبعا يا جماعه عندنا الار بي سيس المفروض انها مش ملزقه ببعضها، لكن لو الجسم فيه انفلاماتوري بروتينز بتطلع مع الاكيوت انفلاميشن زي الفايبرين مثلا، بتخلي الار بي سيس تلزق في بعضها. فلما الار بي سيس تلزق في بعضها تقوم تعمل عمود. العمود ده اسمه ايه؟ اسمه رولو. اذا الطبيعي ان الار بي سيس ما بتلزقش في بعضها، لو التلزيق بتاعها في بعضها مينيمال، يعني لو انت سبتها في انبوبه تفضل كل واحده على حالها. امتى يلزقوا ببعض وياخدوا بعض ويترسبوا في قاع الانبوبه ويعملوا لك عمود لونه احمر؟ يفصلوا. امتى الكلام ده يحصل؟ لما يكون في انفلاميشن، بحيث ان الخلايا تكون ملزقه في بعضها، لان الفايبر اللي بيكون موجود في الدم بيلزق الار بي سيس في بعضها ويخليها تعمل عمود ليه سيكر، فيقوم واخد ونازل لتحت. وتقوم تجيب بالمسطره وتشوف طول العمود ده كام ملي ظاهر لك في الانبوبه. 5 مللي، 10 مللي، 20 مللي، 30 مللي، 40 مللي، 50 مللي، 60 مللي، 70 مللي. اذا الاريثروسيتيك سيديمنتيشن ريت يعتمد على تكوين ايه؟ الرولو، اللي هو بيعتمد على وجود ايه؟ انفلاماتوري بروتين. كل ما الانفلاميشن يبقى اعمى، كل ما البروتينات تبقى اكتر، كل ما التلزيق يبقى اكتر، كل ما العمود يبقى اقوى. خدين بالكم من الفكره؟ انا كلها ماشيه ورا بعضها. انفلاميشن اشد اتكون وراه انفلاماتوري بروتين، اتحصل منه تلزيق اتكون منه عمود طويل، فده ايه الصرافه الطبيعي عندنا وعند الاطفال الصغيره كمان. لو احنا سيبنا الدم بتاعنا كم منه هيترسب؟ كم مللي هيترسب؟ يعني لو انا جبت انبوبه طولها مثلا 200 مللي 300 مللي وحطيت فيها الدم، يعني 20 سم او 30 سم حطيت فيها الدم، كم هيترسب ويعمل عمود لونه احمر لازق في بعضه؟ 5 مللي، 10 مللي، 15 مللي، 12 مللي، دايما بتلعب في رينج من 5 ل 15 مش اكتر من كده. في الروماتيك فيفر طول العمود بيبقى اكتر من 100 مللي الساعه دي. اظن الكلام بقى ايه؟ يعني الطبيعي بيقول لك من 5 ل 15 الروماتيك فيفر كام؟ اكتر من 100 في الساعه الاولى. وده احد امراض الطب النادره اللي بتخلي القياس السعر اكتر من 100، يعني كم من الامراض اللي بتعدي القياس السعر. لكن مين اللي وصله الرقم الرهيب ده؟ اللي عدى 100 الروماتيك فيفر احد هذه الامراض. اكتر من 100 مللي في الفيرست اور. يعني بعد انتظار ساعه على انبوبه الدم بيحصل ترسيب لعمود لونه احمر من الخلايا يتجاوز طوله ال 100 مللي او ال 10 سم. خلاص؟ اكتر من 100 في الساعه الاولى. عايز اقول لكم على معلومه عامه انتوا عارفينها. ايه امراض الطب الثانيه اللي تخلي القياس السعر اكتر من 100؟ حد يتخيل ايه هو الامراض اللي ممكن تعمل كده؟ الحاجات الشديده بقى زي ايه؟ مالينسي. تمام. ايه كمان؟ كيميا لينفوما مثلا، تيوبر كيروز انفكشن، بالذات لو كانت تيوبر كيروز ديسيمينيت تي بي، مش اي تي بي عادي. ها؟ لا يعني بس مش وصل اكتر من 100. كولاجين ديزيز، سيستميك لوبس مثلا. ولذلك يا شباب لو الاي اس ار عند حد 120 130 يبقى كده المرض ده بيهزر ولا مرض بجد؟ مرض بجد. الكلينيكال بيكتشر معاه تقدر تفيدك. يعني لو واحد عنده الاي اس ار 130 ركزوا بقى في اللي هقوله، وعنده ارثرايتس مايجراتوري والارتيكولار و وعنده تاكيكارديا وفيفر، يبقى ده غالبا ده ايه؟ ده روماتيك غالبا، مش كده؟ امال لو حد تاني عنده الاي اس ار 130 بس عنده ليمف نودز كبيره وعنده بيربورا، عنده نزيف تحت الجلد وبيل، ده شكله ايه ده؟ شكله مالينسي مش كده؟ ليه كلوكيميا مثلا. خلاص؟ لو في بنت عندها مثلا 20 سنه وجالها سكين راش في خدها اسمه مالر راش، ماشي؟ وعندها رينال بروبلم وهيماتولوجيكال بروبلم والاي اس ار 120 دي سيستميك لوبس.
ذلك بالرغم من ان الاي اس ار از نون سبيسيفيك، الا انه مع الكلينيكال بيكتشر بيديلك معلومه. لما تحط الكلينيكال بيكتشر جنب الاي اس ار العالي ممكن توصل للتشخيص. خلاص كذلك لما واحد يجي لك المستشفى بارثرايتس، ارثرايتس وتعمل اي اس ار اللي هي 10، ينفع يبرمجك؟ استحاله يبرمجك، مش كده؟ لسه امبارح، حتى اول امبارح حد متصل عليا عندي حاله كذا كذا فيا، والبنت ما بتقدرش تمشي على رجليها من كتر الوجع. وهو طبعا احنا في هذا التوقيت من السنه عندنا فايرال انفكشنز بالهبل. الفايرال انفكشنز بتعمل حاجه اسمها رياكتيف ارثرايتس، بتخلي الطفل فعلا ما يقدرش يمشي على رجليه. خلاص قلت له طب بالتليفون انا مش عايز غير حاجه واحده بس، اعمل لي اي اس ار وسي ار في. اتصل عليا اي اس ار نورمال. تفتكروا دي محتاجه ان احنا نفكر في الحاجات الكبيره بعد كده؟ يعني هل ممكن افكر مثلا دي اوستيومايلايتس؟ لا. ينفع افكر انها روماتيك ارثرايتس؟ برضه لا. ليه؟ ببساطه الاي اس ار نورمال يبقى الموضوع كده، تاخد شويه انالجيزيك وتروح للحل. خلاص. رقم ثلاثه في الاكيوت فيز رياكتن، واي واحده منهم كفايه، سي ار بي اللي هو سي رياكتيف بروتين، سي ار بي سي رياكتيف بروتين. سي رياكتيف بروتين واضح من الاسم ان هو البروتين اللي بيتفاعل مع السي. طب مين هو السي؟ بغض النظر كلام اللي موجود، هو سي ده الكبسول الانتيجن بتاع مين؟ فوقات كانكم ما سمعتوش حاجه. ده بروتين بيطلع من الليفر في الاكيوت انفلاميشن، بروتين بيطلع من الليفر في الاكيوت انفلاميشن. كل ما يكون الانفلاميشن اشد كل ما السي ار بي بيبقى نسبته اعلى، كل ما يكون الانفلاميشن اقل كل ما السي ار بي بيبقى نسبته اقل. الطبيعي عندنا وعند الاطفال لمحبي الارقام ان السي ار بي بيكون اقل من 6 ملي جرام في اللتر. يعني الطبيعي لو انت جيت تعمل في اي معمل هتلاقي 3 ملي جرام 2 ملي جرام اقل من 6. في الروماتيك فيفر بتلاقي الرقم عالي جدا لان الاي اس ار برضه عالي جدا ولان الانفلاميشن برضه عالي جدا، تلاقيهم كلهم ايه؟ في السماء. يعني السي ار بي لما تيجي تحمله مش هتلاقي اقل من 96. قلت الطبيعي كام؟ اقل من 6، دي 96 118 140 100، رقم كبير جدا. السي ار بي مفيد في ايه؟ في الفولو اب. بمعنى النهارده جات لي حاله انا شخصتها سي من التشخيص ايا كان، وبدات ادي العلاج بناء على تشخيصي. بعد 3 ايام كان السي ار بي 120 بقى 30، هو لسه عالي بس ده معناه ايه؟ انه بيستجيب. طب كان 130 بقى 129 بعد 3 ايام، يبقى مفيش ريسبونس، يبقى احنا زي ما احنا، يبقى انا كده افكر في ايه؟ في تشخيص تاني. سواء السي ار بي او الاي اس ار او البروموتور نيوكلير ليكوسايتوزس، اي واحده من الثلاثه تعتبر ماينور كرايتيريون للروماتيك فيفر، وكلهم بنسميهم اكيوت فيز رياكت. الماينور كرايتيريا هي فيفر، ارثرالجيا، برونج بي ار انترفال، presence of one of the acute phase reactant، واخيرا history of rheumatic fever or presence of rheumatic heart disease. تخيلوا يا جماعه انتوا ممكن تعملوا ايه لو انتوا في مره من المرات شخصتوا واحد بالخطا ان هو عنده rheumatic fever. هيفضل عنده minor criteria ماشيه معاه طول عمره، ويبقى تشخيص الروماتيك فيفر بعد كده قريب قوي. خلي بالكم الفكره، يعني التشخيص الغلط اول مره ممكن يستبعده الطفل ده يتشخص بعد كده 20 مره غلط بسبب وجود هيستوري للروماتيك فيفر. لان هو لو لاحظتوا ان الميجور كرايتيريا كلهم كلينيكال بتعتمد على الدكتور. خلاص انت قلت لي في ريسي ومارجيني، ده ممكن مفيش، بس للاسف مفيش حد يقدر يكذبك لانها عدت. انا قلت ان في ارثرايتس وروماتيك وطلع مفيش، بس محدش يقدر يكذبني لانها راحت لحالها. ولذلك لازم تحرر الدقه في التشخيص، لان بناء عليها نعرف النهارده ان الطفل ممكن ياخد علاج لمده حياته كلها بسبب التشخيص الخاطئ للروماتيك. ازاي شخص الروماتيك؟ اثنين ميجر او واحده ميجر معاها اثنين ماين من غير استهبال. يعني من غير استهبال؟ لما تقول لي ارثرايتس ميجر ما تقوليش ارثرالجيا ماين، ولما تقول لي كارديتس ميجر ما تقوليش برولونج بي ار ماينور، وساعتها بلاش تقول لي ان عندي ايريسيما مارجينيتا مسافودينيس اللي بيقول لي اثنين ميجر. ما ينفعش. الاكسبشن الوحيد هي الروماتيك كوريا، لانها لما بتيجي مابقاش معاها حاجه ثانيه، فممكن اشخص بيها الروماتيك فيفر لوحدها. هل الكلام ده كافي تشخيص الروماتيك فيفر؟ طبعا لا. علشان اشخص الروماتيك فيفر انا عايز اثنين ميجور او واحده ميجور بلس اثنين ماينور
بلس يعني سواء دول او دول بلس ايفيدنس اوف ريسنت ستريبتوكوكال انفكشن. لازم اثبت ان الطفل ده في الفتره القريبه كان عنده ستريبت انفكشن. وايه اللي هيبقى كل اللي عملته ده اتهد خلاص؟ ازاي اثبت حاجه زي كده؟ كلينيكال هيستوري اوف سكارلت فيفر. عارفين سكارلت فيفر؟ هناخدها السنه دي برضه تاني ان شاء الله. اتخطوها قبل كده كذا مره. الحمى القرمزيه ده نوع من انواع اللوز الصديديه اللي مكروب للستريت احنا عارفين. بعد يومين ثلاثه من بدايه الانفكشن يبدا الطفل جسمه يبدا يحمر بس حوالين بقه المكان يفضل فيه فيسموها سيرفم اورال فولو. جلد بيبدا يقشر بعد شويه. في حاجه اسمها باستيا سايت، في ستروبري تانك، في حاجات كتير هنعرفها في وقتها ان شاء الله. الفكره يا شباب، هل اللوز بتعملها ستريت بس ولا حاجات كتير؟ حاجات كتير قوي يعني اللوز حاجات كتير جدا الستريبت وغير الستريبت، لكن الستارت فيفر الستريبت بس. ولذلك ما تقوليش هيستوري اوف تونسلايتس، ما يركبش معايا الكلام ده، لان تونسلايتس ربما تكون فايرال، ربما تكون فانجل، ربما تكون بكتيريا الازهر زي الستريبت، لكن قولي هيستوري اوف سكارلت فيفر مفيش حاجه تعملها الا الستريبت. ايه كمان؟ بوستر تروت سواب، هاخد مسحه من الزور وازرعها. ايه رايكم؟ كويسه ولا وحشه ليه؟ الانفكشن حصلت من كام؟ من اسبوعين ثلاث اسابيع، تعتقد انكم هتلاقوا الستريبت بعد اسبوعين ثلاث اسابيع؟ هو دي انفكشن ولا بوست انفكشنز كونديشن؟ بوست انفكشنز. بالرغم ان ده كلام بيتقال في النظر انك ارض الواقع بتقول انك عمرك ما هتلاقيه. لو الاكثر من كده لما ربنا يديكم طول العمر بقى وتشتغلوا وتفتحوا عيادات وكلام من ده هتفاجئوا ان انتوا استحاله تلاقوا الستريبت دي في الاسواق. لان اخواننا في المعامل بيقولوا ان الستريبت دي واحده من الموست فاستيديوس. مجرد تاخد المسحه من الزور وتيجي تزرعها ما تزرعش، ما تطلعش على البراده جوه بسهوله. بتطلع بصعوبه بالغه. فدي نقولها للنظري بس. في حاجات في الدم ممكن اعملها تقول ان الستريبت كانت موجوده فعلا قريب. في حاجه اسمها الانتي ستريبت واللايسين او. الستريبت واللايسين او ده نوع من انواع السموم اللي بتخرج من الستريبت كوكار. فالجسم بيطلعها انتي توكسين انتي ستريبت واللايسين او. ده طبيعي اقل من 200. لو لقيته اكتر من 200 يبقى معناه ان كان في ستريبت انفكشن قريبه. يعني لقيته 400 500 600 يبقى كان في ستريبت انفكشن من فتره بسيطه. او اي انزيم تاني انتي هياليورونيز انتي ستريبتوكاينيز. انتوا عارفين ان الستريبت واحده من الاورجانيزمات اللي بتطلع سبريدنج فاكتورز تحب تنتشر في التيشوز. هياليورونيز عشان يكسر هياليورونيك اسيد، ستريبتوكاينيز عشان يفتح لها البلوت فيزلز. ايه بتحاول تعمل كده؟ فلو انت لقيت انتي بودي ضد حاجه من الحاجات دي معناها الستريبت كانت موجوده قريبا. لكن معظم الناس بتعتمد على مين؟ على الانتي ستريبتوكاينيز. سؤال بقى صح ام خطا؟ انتي ستريبتوكاينيز اوف فاليو 500 500 عادي قوي ماشي؟ مينز ريسنت روماتيك فيفر صح ام خطا؟ انتي ستريبتوكاينيز اوف 500 means recent rheumatic fever ليه؟ فين الكرايتيريا؟ خلاص؟ انا الروماتيك فيفر ليست انتي ستريبت ولايسن اوف. الروماتيك فيفر اثنين ميجر او واحده ميجر واثنين ماينر ومعاها الايفيدنس ايا كان بقى الايفيدنس زي ما يطلع. لكن الايفيدنس الواحده ده معناها ايه يا حجازي؟ جاست ستريبت ديفرنشنس مش معناها حاجه ثانيه خالص. لا يعني الروماتيك فيفر بالضروره. ولذلك يا جماعه في ناس بتسمي الانتي ستريبت ولايسن اوف بعد الترسيب تحليل الحمى الروماتيزم. ايه رايكم في الكلام الفاضي ده؟ يعني يا ما ناس خدت طويل المفعول على انتي ستريبتولايسن والناس يفهموها تحت. شفتوا مش قلت لكم حمر اهي طلعت اهي خلاص طلعت 500 اهي عايزين بقى نلحق الطفل ونديله حقنه الحمر الروماتيزميه. طبعا لا يا جماعه اي حد فينا لو جاله لوس في اي وقت او جاله ستريبت انفكشن في جلده في اي وقت وعمل هذا الاختبار هيلاقيه عادي. خلاص؟ طيب اسمعوا الجمله الطويله دي صح ام خطا. بيشنت عنده سبع سنين. سبع حلو سبع ده؟ يعني 5 15 اهو. Presented to you with arthritis affecting the right knee, then left elbow, then the right wrist, and when involved with the right wrist, the left knee improved. خلاص؟ The patient has tachycardia for his age, heart rate 140. ماشي؟ الفيفر بتاعته كانت 38 with prolonged VR interval in ECG. This patient can be diagnosed as having rheumatic fever؟ خطأ.
خطأ ليه؟ ما فيش إيفيدنس. الإيفيدنس الواحد ما يشخصش من غير كراتيريا، والكراتيريا لوحدها ما تشخصش من غير إيفيدنس. شوف براحة الحسوسة الطويلة العريضة دي، خلاص؟ اللي هي ماشية مع الكراتيريا تمام، اللي إن الإيفيدنس الواحد ما يشخصش من غير كراتيريا، والكراتيريا لوحدها ما تشخصش من غير إيفيدنس. وإن كان لما تلاقي الكراتيريا موجودة بالوضوح ده، إيه من الإيفيدنس دور عليه؟ يعني هتطلع الأمراض تطلع إيه يعني؟ خلاص؟ لكن الإيفيدنس لوحده من غير كراتيريا ما انتش هتعرف تعمل حاجة، لأنها طبيعي إيفيدنس لا يجب وجود الكراتيريا. خلاص؟ إزاي نشخص الرومات فيه برضه؟ 2 مينو أو 1 مينو بلس 2 ماينو فور إيفيدنس أوف بلس إيفيدنس أوف ستريب. إزاي أشخص إن الرومات فيه رجعت؟ للأسف الشديد تشخيص الرجوع سهل جدا. لو فيفر مع أرثرالجيا، يعني لو واحد سخن وركبته وجعته ولا ده رجعت، شوية بريكاردايتس بسيطة تكفي، مرمر جديد أو تغيير في المرمر القديم يكفي. معنى كده إيه؟ إن تشخيص الرجوع سهل جدا، ولا إيفيدنس ولا بتاع. معنى كده إن أول مرة يجب أن تتحرك الدقة، لأنك لو أنت في مرة غلطت وقلت دي روماتيك فيفر وعملت أوفر دايجنوزس، بعد كده كل الناس هتمشي وراك غلط، والواد ده ياخد علاج بالغلط كلهم. خلاص؟ طيب اسالكم بقى سؤال قبل ما ابدا في الديفرنشال دايجنوز. لو جالكم كيس في الامتحان ماشي روماتيك فيفر خالص، وبعدين قال لك انفستيجيشنز فور ذيس كيس، عايز اشوفكم كده دماغكم فايلد ولا نوت فايلد، اشوفكم مركبين كده ولا ها؟ مين عايز يساعدني؟ ماشي اتفضل. هو اكيد هعمل ايه؟ لا 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 لا، انا عايز انك كده تعملي كده، انا عايزك انت تقسمي لي ده investigations of problematic people. هو اول حاجه ممكن نعملها، بص دايما في الطب يا جماعه خليهم كلاسيفاي على بعض، ماشي؟ في لابوراتوري انفستيجيشنز وفي كاردياك انفستيجيشنز. لابوراتوري وكاردياك بتبدا منين؟ لابوراتوري. تمام، هتعملي ايه لابوراتوري؟ كالتشر ده الانفكشن، سوري بلاد بريتشر، سي بي سي كومبليت بلاد كاونت، وهتعملي سرعه ترسيب، وهتعملي اهل، وهتعملي سي ار بي. ماشي؟ دول ايه؟ دول اكيوت فيز رياكت، متوقعه ايه؟ الاقي سي بي سي، الاقي بوليمورف نيورال ليكوسايتوس، ممكن الاقي شويه انيميا بس ما لهاش قيمه في التشخيص. طب السي ار بي هلاقيه بوزيتيف، هلاقيه انكريست. الاي اس ار هلاقيه ماركت انكريست اكتر من 100 في فيرست اور. طيب تاني حاجه لابوراتوري سيرش فور ايفيدنس اوف ستريبت، اللي هو ايه لابوراتوري؟ اللي هو كل حاجه قلناها ما عدا الهيستوري اوف سكالنت، كل حاجه قلناها. يعني صوره سؤال انتي ستريبت لايسيت او انتي هياد يوروني ديس، كل حاجه قلناها ما عدا الهيستوري اوف سكالنت. طيب الجزء الثاني من الانفستيجيشن هتعملي ايه؟ كارديك، اللي هم مين؟ شيست اكس راي اي سي جي ايكو. طبعا مش هتوصل في كده قسطره، يعني مش هنعمل عمليه للروماتيك فيفر. شيست اكس راي فور تشامبر انلارجمنت، الحاجات القديمه بقى اي سي جي. اكيد هل في حاجه مهمه قوي في الاي سي جي؟ برولونج دي ار انترفال اكتر من 22% ثانيه مثلا، يعني ايكو فور فالفولار دامج. خلاص؟ يبقى احنا عادي ولا كلمه جديده على احنا قلناها، بس مجرد بنرتب افكارنا. انا ده كاردياك ديزيز بسبب انفلاميشن، في انفستيجيشن الانفلاميشن والانفكشن، في كاردياك انفستيجيشن حبايبنا ما ننساهمش، الاكس راي والاي سي جي والايكو. خلاص؟ طيب سؤال برضو، هل الايكو واحد من الكرايتيريا لتشخيص الروماتيك فيفر؟ اه او لا. هل الايكو واحد من الكرايتيريا لتشخيص الروماتيك فيفر؟ اه او لا. الاجابه لا، لان ايام مستر جون ما كانش فيه مالناش دعوه بقى. ايام مستر جون سنه 1965 ما كانش فيه ايكو، وما حدش حط في الكراتيريا. هو ممكن يساعدك لكن مش من ضمن الكراتيريا دي. الايكو ليس من داخل الجونز فاير. لكن لما اقول لك هل الايكو ليه فايده في التشخيص تقول لي اه طبعا ليه فايده، لكن الايكو من ضمن الكراتيريا؟ لا مش من ضمن الكراتيريا. Differential diagnosis of rheumatic fever. Differential diagnosis of rheumatic fever. الطب عموما
انتجريشن نيورال سيستم تو. سمعتوا الفيشن قبل كده؟ صنارعه كانت بتدوب الحاجات دي مش قوي مش كده. وكلمه انتجريشن دايجنوز معناها المرض ده ايه اللي يشبهه وافرقه منه ازاي. خلاص ايه الحاجات المتشابهه معاه وبعض الاحيان ممكن اقول طب افرقه منه ازاي. الاول هو في الطب عموما الديفرنشال دايجنوز قد يكون لمرض مرض او لعرض مرض. يعني ايه ديفرنشال دايجنوز في روماتيك فيفر، ديفرنشال دايجنوز في انفكتيف اندوكاردايتس. عرض يعني ايه ديفرنشال دايجنوز اوف بين مثلا في النين ارثرالجيا، ديفرنشال دايجنوز اوف بوليوريا يعني مرض السكر مثلا دايجنوز. اكتر حاجه بعملها ايه بوليوريا مش كده. لما اقول لك ديفرنشال دايجنوز اوف بوليوريا معناها ايه؟ معناها بصيه اسباب البوليوريا تعرف والبوليوريا كذا وبيعملها دايابيتس ميليتس ودايابيتس انسيفالوس ودايوريتيك وحاجات كتير. خلاص طب لما اقول لك ديفرنشال دايجنوز للدايابيتس ميليتس تبقى افرقهم من الحاجات الثانيه اللي بتعمل بوليوريا، وافرقهم من الحاجات الثانيه اللي بتعمل بوليديبسي، وافرقهم من الحاجات الثانيه اللي بتعمل ويت لوس، وافرقهم من الحاجات الثانيه بتعمل... يعني ايه بتجيب السيمبتولوجي بتاعه وتفرقه منه. انا عندي الروماتيك فيفر لما اقول لك ديفرنشال دايجنوز روماتيك فيفر يبقى افرقها من ايه؟ من الحاجات التانية اللي بتعمل أرثرايتس، ومن الحاجات التانية اللي بتعمل كارديتس، ومن الحاجات التانية اللي بتعمل كوريا، ومن الحاجات التانية اللي بتعمل إريسيما وسبكوتينيوس للدول. إيش معنى اخترت الدول؟ اللي هم الميجور. أظن مش هفرق من حاجات المايكرو كمان يعني. خلاص هفرق جاست الإيه؟ الميجور. واحد ديفرنشال دياجنوزس فروم أذر كوزز فور أرثرايتس. Infection, tumor, immune, hematologic, trauma. هل سألت فرقها من الروماتيك فيفر؟ أظن في history of trauma. خبط في ركبته مثلا، هيكون في فراكشر معانا ولا حاجة كمان. Infection زي ايه الانفكشن؟ viral, material, tuberculosis, اي كانت tumor اي malignancy of the joint. immune هل في امراض immune هي بتاخد الجوينت؟ ده في مرض اسمه rheumatoid arthritis. في مرض تاني اسمه systemic lupus الزئبة الحمراء. الروماتويد ده مرض شهير جدا من اشهر اسباب الارثرايتس في الاطفال على فكرة. ده اسمه rheumatoid ليه؟ rheumatoid معناها لايك معناها روماتيك لايك شبه الروماتيك لانه بيعمل ارثرايتس وساعات بيعمل كاردايتس وبالتاكيد بيعمل سكن راش وبيعمل سابوتينيوس ديو يعني قريب الشبه جدا بايه بالروماتيك. لكن ايه الفرق الرئيسي ما بينهم؟ ايفيدنس ستريت موجود مع الروماتيك ومش موجود هنا. خلاص عشان لو قلنا لازم ايه لازم يكون في ايفيدنس. الكرايتيريا لوحدها كرينيكال ما تكفيش. طيب هيماتولوجيك هيماتولوجيك زي ايه؟ في امراض كتيره في الهيماتولوجي. مرض زي الهيموفيليا في الهيموفيليا سموم الدم. الهيموفيليا دي من اكتر الحاجات اللي بتعملها حاجه اسمها هيمارثروزس. هيم ارثروزس هيمارثروزس ده هو الهول مارك بتاع الهيموفيليا. يعني ايه الهول مارك؟ اكتر حاجه كاركترستيك ليه ده العيل اتخبط خبطه فاتحه كده في ركبته ولا في الانكل بتاعه وراح ركبته بقت عباره عن كيس دم. يعني ركبته ورمت قوي قوي في الدم خلاص باد وبلط بتشوت الدم اللي عنده. هنخدها ان شاء الله بالتفصيل. في مرض اسمه هينوخ شورلاين بيربر. هينوخ شورلاين بيربر هينوخ شون لاين. واحد فرنسي واحد الماني وصفوا المرض ده بالتزامن في نفس السنة وما كانش فيما بينهم اي اتصال. فبالتالي تخليدا اللي ذكرهم هما الاثنين راحوا جينا عاملين المرض بالاسم المشترك ما بينهم هنا شورلاين بيربر. خلاص هنا شورلاين بيربر ده مرض هنعرف ان شاء الله فيما بعد اللي بيعمل ارثرايتس ومايجراتوري وبتاخد البيج جوينت وكل الكلام ده. يعني شبه ايه؟ شبه الروماتيك لكنه على اي حد في بيربر. يعني بيربر او شكلها كاركترستيك او ما تتلخبطش مع الروماتيك. يبقى انا هفرق الروماتيك فيفر من اذر كوزز اوف ارثرايتس زي ايه؟ تي دي اتش من هم التي تي بقى تروما انفكشن تيومر اميون هيماتولوجيك كونديشن. خلاص نبقى عارفين اسباب الارثرايتس الثانيه في الطب. اشهر اسباب الارثرايتس الحاجات اللي انتم شايفينها هي الانفكشن.
تاني حاجة لازم أفرق الروماتيك فيفر من other causes of carditis. Infection, immune, iatrogenic, endocrine, nutrition. في مجموعة من أمراض الطب بتعمل carditis. بالذات الميوكارديتس. بالذات الميوكارديتس. على فكرة كل الانفكشنز اللي انتوا سمعتوا عنها واللي ما سمعتوش عنها ممكن تعمل كاردايتس. يعني انت لو بصيتوا على الجدول بتاع نيكسون اللي كاتبه للكاردايتس هتلاقوا مثلا اكتر من 200 نوع من انواع الانفكشن، في منها حاجات عامل ايه بيسيطر فيها. يعني يقول لك والمامس والميزلز والروبيلا ونقط ومش عارف ايه ونقط، تقريبا اي انفكشن ممكن انها في وقت من الاوقات تعمل كاردايتس. طيب اميون، ايه الامراض المناعيه اللي ممكن تعمل كاردايتس؟ سيستيميك لوبس والروماتويد ارثرايتس. ياتروجينيك، ايه الادويه اللي بتتاخد اللي الدكاتره بيدوها ممكن تعمل كاردايتس؟ في دواء خطير جدا اسمه ادريامايسين. الادريامايسين ده بيعمل كاردايتس في الاول وبعدين بيعمل كارديومايوباسي. الادريامايسين حد يعرف ده بتاعي؟ ايه الادريامايسين ده؟ مايسين ايه؟ هو حد يقول لي انتبيوتيك؟ اقول له ازريامايسين؟ لا طبعا. ادريامايسين ده واحد من الكيموثيرابي. علاج الكلام الأجانب بيسموه زراد دم الشيطان الأحمر. ليه شيطان؟ بيعمل بلاوي كتير جدا جدا من ضمنها كاربايتس. ليه أحمر؟ لأن نوره واحد. لما بتعلق حتى العيال الصغيرة تلاقي الاسم ايه؟ ده عيل عمال يعيط طول اليوم في ايه؟ هعلق الكيماوي الأحمر النهارده. يبقى عارف انه علقه مرة وعارف مدى الألم اللي بيسيبه له لمدة شهر مثلا بعده. يقعد ينقل دم وبلازما وصفائح وبينزف وبيعمل، ولو اتسرب نقطة تحت الجلد بيعمل نكروزس في الجلد. دواء وللاسف الدواء ده انتجرال في علاج كل الاورام، سواء اورام الاطفال او اورام الكبار. دواء اساسي الادريا مايسين ده من ضمن اهم المشاكل بتاعته انه بيعمل كاردايتس، وانت بتعمل ادجستمنت للدوز بتاعته بناء على الايكو، لازم تعمل فولو اب باي ايكو. ايه كمان من الحاجات اللي بتعمل كاردايتس؟ اندوكراينال سايروتوكسيكوز ممكن يعمل كاردايتس. نيوتريشن، في مرض اسمه البيري بيري. ايه البيري بيري ده؟ فيتامين ها بي 1. خلاص ايه انواع البيري بيري؟ في دراي، في ويت، وفي فيرنكس كورساكو. لا سمعتوا عنه في الالكوهوليزم السنه اللي فاتت. فيرنكس كورساكو ده ما علينا، واضح ان يعني ايه مش عايز اقول سمعت كتير، عايز اقول مثلا ان التوكسيكولوجي مش دول بس مش اكتر. يعني البيري بيري في ويت وفي دراي، دول النوعين الرئيسيين. ويت يعني ايه؟ مبلول. يعني ايه مبلول؟ في ديما بيعمل هارت فيلير مايوكاردايتس كارديومايوباسي هارت فيلير ديما. والدراي لانه مش مبلول بيعمل نيوروباسي بس. هناخدهم برضه ان شاء الله واحنا في النيوتريشن. بيري بيري ده بلغه غانا معناه اي كانت. اي كانت لغه غانا دي اكثر اللغات استعمالا في امراض المالنيوتريشن. يكفي ان اكبر مرض من امراض المالنيوتريشن هو الكواش والكور. دي بلغه غانا. حد يعرف ترجمته ايه؟ كواش والكور. هو المرض الذي يصيب الطفل الاول عندما ياتي الطفل الثاني ويكون لونه احمر كمان. واضح ان كلمه واحده بلغه غانا دي ايه؟ يعني كمان زي كرست الاجابه لهم ست كلمات بس وراح يقسمهم براحته بقى. بيري بيري بلغه غانا معناها اي كان اي كان، وده مرض الـ B1 deficiency. ايا كان عندنا ياتروجينيك، اميون، انفكشن، اندوكراين، نيوتريشن دي اسباب الكاردايتس. Rheumatic fever should be differentiated from other causes of colitis. From Huntington's, Korea, and from vascular causes and malignant causes. طبعا يا جماعة ما في مرض في الطب يعمل كوريا زي الروماتيك كوريا أبدا. يعني أي كوريا تانية تختلف شكلا وموضوعا عن الروماتيك كوريا. يعني مرض هانتينجتون، وده الحمد لله مرض مش مشهور في مصر، هو متواجد طبعا لكنه ليس بشهرة المرض ده عند الأجانب بذات انجلترا واسكتلندا. يبقى أكثر شعوب الدنيا اللي فيها هانتينجتون ديزيز أو هانتينجتون كوريا. المرض ده أولا ما بيجيش في الأطفال تحت سن 10 سنوات إلا نادرا، غالبا بيجي بعد سن 20-30 سنة غالبا، لكن وارد يحصل في السن الصغير برضه وارد. المرض ده كاركترايز بإيه؟ أولا هو أوتوزومال دومينانت. يعني إيه أوتوزومال دومينانت؟ يعني يكون في الأب ويا في الأم. يعني الطفل اللي هيجيله المرض ده لازم يكون أبوه أو أمه عندهم المرض.
ثانيا المرض ده الشخص سليم ومعافى تماما لغاية ما في يوم من الأيام يدخل في الأعراض اللي هي الأعراض ده ثقافة مش أكتر. إيه الأعراض بتاعته؟ واحد يبدأ يدخل في أمنيزيا، يبدأ ينسى. ثانيا يبدأ يعمل حركات غريبة. الحركات الغريبة غالبا في صورة تكشير بس ما بيعملش الحركات اللي الرقص والبتاع اللي كانت بتعملها كوريا. ليه؟ ده مجرد دكتور النهار ايه عنده جريماس مكشر كده في وش الناس لغايه دلوقتي عادي. الحاله الثالثه انتي سوشيال بيهيفير ويبقى قوي جدا جدا جدا. انتي سوشيال بيهيفير، الانتي سوشيال بيهيفير يختلف على حسب السن مش كده؟ يعني لو في عيل عنده سنتين ثلاثه جاله انتي سوشيال بيهيفير هيعمل ايه؟ هيتكسر اللعب بتاعته. طب ست سبع سنين هيدور على قطه او فرخه يخنقها ولا حاجه. طب واحد عنده 30 35 سنه ما هيدور على حاجه برضه يخنقها خلاص؟ يخنقها برضه مثلا فور اكزامبل مثلا. ولذلك هذا الديزيز بينتهي خلف الاسوار غالبا ماشي اللي هو هانتنجتون ديزيز. فتخيلوا بقى واحد كان عنده ابوه او امه عندهم المرض ده طبعا بعد كده بيحصل سيريس منتال ريتارديشن وفي النهايه الوفاه بنسبه 100% بتحصل بس تاخد سنين لما بتحصل. المرض ده بيمثل رعب على فكره. لما يبقى الاب والام عندهم واحد ماشي في حياته كويس وعارف انه في سن من السنين هيحصل له ايه؟ يدخل في البلاوي السوداء. هل المرض ده فيه تشابه بينه وبين الكوريا اللي احنا خدناها؟ في فرق كبير جدا ما بينهم وما كانت كوريا من الاسم. ده اسمه هانتنجتون سكريات وده اول مرض يتوصف في كتاب الجينوم اللي كان اتعمل من 10 سنين. وده من اوائل الامراض اللي اتعمل عليها الجين ثيرابي. الناس المرض عندهم ستريسفول قوي وموجود بشكل كبير فبيحاولوا ان هم يشكوا الجين ثيرابي وعلى فكره نجح الجين ثيرابي بتاعه. Arthritis, carditis, chorea. The disease should be differentiated from other causes of erythema. في حاجة اسمها erythema chronica migrans اللي كانت بتحصل مع Lyme disease. حد فاكر Lyme disease ده مين اللي كان بيعمله؟ دي اللي بنسميها الصفحات المنسيه. تلاقي دايما في اخر كتاب المايكرو كده صفحه بتتقطع قبل الامتحان اصلا مش موصلها من كتر المذاكره الصفحه دي بتتقطع. ها مين اللي كان بيعمل لايك؟ طب اعرف. ها قول برافو عليك صح. طالما دي طلعت يبقى الباقي جت. اتفضل. بوريليا. بوريليا ايه بقى؟ برج دخيل. بوريليا طالب عميق ولا بيذاكر الحاجات دي؟ بوريليا برج دخيل يعني ده مرض بيجي من المية العذبة اللي بيكون infested بالفران بتنزل المية العذبة ولو فيه جرح بيدخل جوه الجلد بيعمل migratory arthritis. migratory arthritis وبيعمل إريسيما شبه الإريسيما بتاعت الروماتيكي. أي المرض ده مش موجود في مصر، ده موجود أكتر بلاد الدنيا في أمريكا الجنوبية مش موجود في مصر على أي حال من أحوال يعني. خلاص اسمه Lyme disease. البكتيريا اسمها بوريليا بيرجدورفيري وده أحد أنواع السبايروكيتس. خلاص الريجولار سبايروكيتس واللي بيعملها حاجه اسمها بتعمل حاجه اسمها ريسيما كرونيكا مايجرانس. ريسيما كرونيكا مايجرانس هو على اي حال مرض مش موجود عندنا في مصر يعني فيكم فقره ان انتوا تعرفوا ايه اسم الاورجانيزم بتاعه يعني اكتر من كده ما تعرفوش عنه. طيب ايه كمان اذر كوزز اوف سبكوتينيوس نيديول فور اكزامبل روماتويد. مش ناقصين حاجه. روماتويد موجود في الكاردايتس وموجود في الارثرايتس وموجود في السبكوتينيوس نيديول وبالتالي هو قريب الشبه جدا بايه؟ بالروماتيك فيفر فيسموه روماتيك لايك او روماتويد. ده ديفرنشال دايجنوزس اوف روماتيك فيفر. ده ديفرنشال دايجنوز على الهادي كده من لسه في اول السنه. كده بقى ندخل في الجد قوي. بس قبل ما ندخل في الجد عايز كده تفكروا معايا تفتكروا ايه هي الكومبليكيشنز اوف روماتيك فيفر؟ اللي فوقها لي بقى ايه هي الكومبليكيشنز اوف روماتيك فيفر؟ ممكن تعمل او كلها هتبقى غالبا في الوقت مش كده؟ يعني احنا قلنا روماتيك فيفر وداوت سردايتس از اني جليجو ديزيز. فركز على الغلط. امبري هارد فيلير فالفولار دامج اندوكارديتس. هارد فيلير ارزمي فالفولار دامج واندوكارديتس. ايه علاج الروماتيك فيفر؟ الاول طبعا في حاجه اسمها البرايمري بريفنشن ان احنا من الاول ما يحصلش ستريبت انفكشن ولو حصل لين بروبر بريفنشن لمده 7 ل 10 ايام. لكن لو حصل الروماتيك هنعمل ايه؟ هي الروماتيك فيفر ببساطه انفكشن عملت انفلاميشن. عالج الانفلاميشن
infection وعالج الانفلاميشن. خلاص ببساطة هي ايه؟ infection عملت الانفلاميشن. عالج الانفكشن وعالج الانفلاميشن. First of all لو واحد جاله رومانيك فيفر بيدرس. Light nutritious diet. بيدرس مهمة جدا طبعا. ازاي بيدرس مهمة اكتر في مين؟ الارثرايتس ولا في الكارديتس؟ اول ارثرايتس عنده بيدرس بالغصب عنه. حتى لو هو عايز يتحرك مش هيعرف من كتر الوجع. فكده كده هو قال انك تديله بيدرس اسبوعين. يعني الولد ده اللي عنده ارثرايتس ده هيغيب من المدرسة تديله تقرير بالغياب لمدة كام؟ اسبوعين. امال الكارديتس شهرين. لان الكارديتس لو اتحرك هو ما عندوش اوتوماتيست. لو اتحرك هيجيله تاكي كارديا هتدخله في هارت فيلر. فقعده في السرير بيدرس لمده كام؟ شهرين. طبعا هيكون في حركه بسيطه عشان الدي بي دي والكومبليكيشنز والبرولونجد ريكامبنس. لكن على اي حال البيدرس بيكون اجازه من المدرسه لمده شهرين. ولكن يكون قليل في الملح. ليه قليل في الملح؟ عشان هو عنده لايبيليتي لايه؟ للهارت فيلر. طيب ايراديكيشن اوف ستريبتيك انفكشن. مين هو دراجون في شويه للستريبت انفكشن؟ بنسيت بجد ولا جامد؟ ستعرف ساعات كله بجد مضادات حيويه تاريخيه خلاص وتفاجئ ان برضه الواقع الكلام ده ما بيجيبش نتيجه. يقول لك مثلا ادي الاوديتس ميديا كودراي موكسازول يبقى دي كده في العياده بتاعتك تشوف اللي هيحصل. لان مش جاتك الودن الثانيه تعبانه بعد يومين يبقى قابلني خلاص؟ لا طبعا هو البنسلين ده فعلا دراجون في البنسلين اقوى من 10 ل 20 مره على الستريبتوكوكاي اكتر من برود سبيكترم انتي بايوتكس. يعني تستعمل بنسلين ولا اوجمنتين؟ لا بنسلين. طب تستعمل بنسلين ولا ثيرد جنريشن كيتون سكورين من حاجه؟ لا بنسلين. البنسلين اقوى من الكلام ده كله. البنسلين اللي عملوه سنه 48 ايام الحرب العالميه الثانيه بتاع فليمنج ده لغايه دلوقتي هو تراجع في تشويس الستريبت. ايه اشكال البنسلين اللي موجوده في السوق؟ ايه ما تستعمل كتير وزاره الصحه اللي هو البروكين بنسلين 600,000 وحدة عظم في اليوم لمدة 10 أيام. كل يوم ياخد حقنة البروتين بنسلن لمدة 10 أيام والحقنة 600,000. الكلام ده نظريا جميل جدا بس عمليا لا أبصر. أولا 10 حقن بيوجعوا جدا. يعني حقنة البروتين بنسلن دي حقنة مؤلمة. ثانيا 10 أيام أنت برضو مهما كنت بتعالج إيه؟ بتعالج نوز يعني بتعالج إيه؟ الحاجة التالتة خد بالك البروتين بنسلين ده واحد من أكثر الأدوية اللي بتعمل أنافلاكسس في الطب. مش بسبب البنسلين بسبب البروتين اللي عليه. واحد من أكثر الأدوية اللي بتعمل أنافلاكسس وتدخل في أنافلاكتيك شوك وتموت. ولذلك هو موجود في وزارة الصحة بغزارة لكن إحنا ما بنستعملوش كتير. يا إما نستعمل أورال بنسلين اللي هو بنسلين في اللي هو الفينوكسيميسايل بنسلين 50,000 وحده لكل كيلو كل يوم. ده تجاريه معروف باسم اوسبن. اوسبن دواء قوي جدا لازم تجاري مش يهمه في حاجه عايز اعرف بس المعرفه اسمه اوسبن تجاريه. ده دواء قوي جدا وقرن مفيش منه مشاكل اظن ده يعتبر نايس تشويس. طب افرض واحد عنده حساسيه للبنسلين من هو البديل الشرعي للبنسلين؟ لما بقول البديل الشرعي اقصد بايه؟ ليه نفس الاسبكتر مين؟ ريسومز. فاذا كان في حساسيه للبنسلين هنستعمل ريسومز لمدة 10 أيام 50 مللي كل يوم. ما قيمة الإيريديكيشن في ستريبت؟ سواء بالبنسلين أو الأزيثروميسين لمدة 10 أيام، ما هي القيمة؟ حد يعرف يقول لي؟ يعني إيه قيمة إن أنا أعمل إيريديكيشن للستريبت إنفكشن اللي عندي البيشنت؟ هل تفتكر إن هي هتعمل كومبليكيشن؟ طبعًا لأ. هل تفتكر إنه هيقلل حدة المرض؟ بالتأكيد لأ. هيعمل ريفرسال للسيمتومز؟ استحالة. لأن الروماتيك فيفر إز نوت أن إنفكشن. It is a post-infectious disease. The infection حصلت، the immune complex اتكونت، واللي حصل حصل. واحد يقول طب ما هو لما اللي حصل حصل. بتعمل ليه eradication infection؟ هو كل أنواع الستريبتوكوكاي ممكن تعمل روماتيك فيفر ولا أنواع محددة؟ اللي اسمها روماتوجينيك. أنواع محددة. يعني الواد ده شايف في الحلق بتاعه بكتيريا ممكن تخلي الأطفال التانية يجي لها روماتيك فيفر. ولذلك أنا بدي eradication من خاطر عشان خاطر المجتمع. For the sake of community. يتسير السؤال ده في الأورن. يقول لك إيه قيمة الـ eradication of streptococcal infection؟ دون تقول for the sake of community. عشان خاطر الناس مش علشان خاطر الطفل نفسه.
خلاص يبقى for the sake of community. لغاية دلوقتي لو تلاحظوا نحن ما عملناش حاجة بدرست right. حتى العلاج اللي فاده عشان خاطر المجتمع والناس مش هنا هو نبدأ بقى نعالجه anti-inflammatory drugs. أول واحد في anti-inflammatory drugs هي non-steroidal طبعا هستعمل الأسبرين السلسليس الأسيطايل السلسليك أسبرين الأسبرين جوعة الأسبرين كام؟ وإمتى استعمله؟ إمتى استعمله؟ واحد في الروماتيك أرثرايتس ده أنا كنت من ضمن الكرايتيريا لتشخيص الروماتيك أرثرايتس إز جود ودراماتيك ريسبونس تو ساليسيليك يبقى من الأول ده أنا استعمله. رقم اثنين ديورينج ويزدروال أوف كورتيكوستيرويد أنا لو واحد كنت بادئ معاه علاج بالكورتيزون وانا بسحب الكورتيزون عشان المرض ما يرجعش ادخل سلسلت في النص انا عارف الكلام ده دلوقتي تفاصيله ايه ولو كان الكورتيزون عمل سايد افكت جامده بلجأ للسلسلت ساعتها لكني ما بستعملش السلسلت بدايه العلاج لو كانت الحاله فيها كاردايتس افتكروا ايه يعني لو العيل جاي لي عنده روماتيك كاردايتس ما ينفعش ابدا العلاج بالسلسلت ليه ده اسمه سلسلت اسيد لما يدخل الجسم يعمل some sort of metabolic acidosis ده بيعمل depression للهارت فما اقدرش ان انا استعمل حاجة acidic في بداية العلاج لان ده ممكن يعمل depression للهارت اللي هو already تعمل اذا تنحصر قيمة السلسلت في ايه يا اما ابدأ بيه العلاج لو الحالة على قد الارثرايتس ابدأ بيه العلاج لو الحالة على قد الارثرايتس او اكمل بيه لو انا كنت بلج ايه الكورتيزون الجرعات ميت ملي لكل كيلو في اليوم لمدة أسبوعين ثم 75 ملي لكل كيلو في اليوم لمدة 4-6 أسابيع ببدأ بجرعة كبيرة الأول جرعة خلط 100 ملي لكل كيلو بعدين بنزل ل 75 ملي لكل كيلو يعني خدوا مثال طفل عنده 10 سنوات ووزنه 30 كيلو جرام جاي لك بروماتيك ارثرايتس مش خاصة خلاص روماتيك ارثرايتس عايز اعالجه ازاي هو وزنه كام 30 خلاص 30 في 100 بكام 3000 يبقى الواد هياخد 3000 ملي جرام من السلسلت في اليوم يطلع كام قرص ده حوالي من 9 ل 10 على رسول 10 هياخدهم مرة واحدة ولا يتقسموا بقى يتقسموا يتاخدوا قبل الاكل ولا بعد الاكل يعمل وقت على السلسلت بعد الاكل عشان طبعا ممكن يعمل جاسترايتس وبالتالي ممكن اقول ان الواد ياخد 2.5 قرص 4 مرات يوميا بعد الاكل او 3 اقراص 3 مرات يوميا بعد الاكل لو انت ما استعملتش الفول دوز من السلسلت اعتبر انك ما بتديش حاجه فاللي هي الجرعه دي كبيره وتخض وبتاع فما تدي قرص 3 مرات مش هيحصل ايه مش هيحصل حاجه خالص انت بتهزر لما تدي العلاج دي على الفول دوز بتاعته طب بعد ما يعدي الاسبوعين اعمل ايه اخفض الجرعه اللي كان بياخد 10 ياخد 7 مثلا ويكمل بيهم يكمل بيهم من 4 ل 6 اسابيع ايه هي الاثار الجانبيه للسلسلت اظن طبعا ده من اكثر امراض الطب اللي بتجي الاثار الجانبيه مش كده ولا ايه عشان الجرعه العاليه والفتره الطويله ايه الاثار الجانبيه للسلسلت ايه معلوماتكم عن الموضوع الاسبرين ممكن يعمل ايه لا ده انتوا المفروض ان انتوا هتتبعوا من هالي بالليفل هتبقى عندكم جدول بالليفل مش كده ها ليدنج تندنسي الاول البيبتيك ارسنال مش كده يعني الشيء المباشر بيبتي كارسي عشان كده يا شباب احنا العيال دول بنديهم كمان فانتاج بنديهم فانتدين بنديهم اوميبرازول اي حاجه من حاجات الانتازيد او الاتش تو بلوكرز الفتره دي عشان نحمي معدتهم احنا عارفين مسبقا ان ممكن يجي لهم بيبتي كارسي ايه كمان سامع كلام حلو بليدنج ديزنس ايه كمان في حاجه خدتوها اسمها سالي سالي سيليزم تاني تصوير طيبو شوية وش كده ودوخة لكن أخطر شيء على الإطلاق للأسف الشديد هي مين رايز سندروم يا رايز سندروم حد عنده فكرة عنها عيل أقل من 8 سنوات دي أول حاجة الحاجة الثانية جاله انفكشن بإيه فيرال فيرال بالذات مين عيل أقل من 8 سنوات
جات له انفكشن فايرال. ازاي؟ مين؟ فاريسيلا. المرض اتوصف مع التشيكن بوكس او الفاريسيلا والانفلونزا برضه. يعني سواء الانفلونزا او الفاريسيلا 90% من الحالات سببها الانفلونزا و10% سببها الفاريسيلا. خلاص الكلام ده هقول لكم بعدين بس تاخدوا عنه فكره دلوقتي. ايه كمان؟ وياخد سنسيليت هيحصل له ايه بقى؟ الكوكتيل ده واحد اقل من 8 سنين وفيرال انفكشن وخد سلسلين هيحصل له ايه؟ اكيوت فيتال هيباتيك انفلونسي والوفاة بنسبة 100%. هو الهيباتيك انفلونسي هنا ليه خمس درجات. الدرجة الأولى بقول لك ممكن تبقى ريفرسبل، ومن الدرجة الثانية للخمسة الوفاة بنسبة 100%. طبعا انت عمرك ما تشوف طفل لا في الدرجة الأولى ولا في الثانية أصلا. أقل حاجة الثالثة وأنت طالع. إيه اللي بيحصل يا جماعة؟ واد خد أسبرين هو عنده فيرال انفكشن وكان عنده استعداد مصغير في السن، هنا هيحصل؟ هيبدأ يرجع 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 وهندخل في غيبوبة وندخل العناية. ولا حد يعرف عنه حاجة. لان انت متخيل ان عنده هيباتيك انكيفالوباسي او عنده هيباتيك كوما يبقى لونه عامل ايه؟ يبقى اصفر مش كده؟ ما بيصفرش ولا حاجه، ما بيصفرش الا يمكن قبل النهايه وبيقعد له يومين ثلاثه في العنايه ويموت، فين في اليوم الثالث يصفر؟ ولذلك تيجي تعمل ليفر فانكشن تفاجئ ان عنده ليفر سيل فيلير بدون اي مقدمات من غير ما هو اصلا يكون هيباتيك ولا حاجه. ولذلك استعمال الاسبرين في الاطفال از بروهيبيتد. وكلمه بروهيبيتد دي كلمه اقوى من كونترا انديكيت. بروهيبيتد معناها مجرم محرم ممنوع تماما انك تستعمل الاسبرين في الاطفال الا بسبيسيفيك انديكيشن. زي ايه؟ زي تبقى انت عارف انت بتعالج ايه. اصل هو اللي بيحصل ايه؟ في حاجه اسمها اسبرين اطفال، في ناس بتستعمله كانتي فايروس، بتستعمله كخافض الحراره. واحد جات له سخونيه النهارده مش ممكن ده بكره يبقى عنده فاريسيلا. هو الفاريسيلا بتيجي اول يوم براش ولا بسخونيه؟ وتاني يوم تاني براش. مش ممكن ده يجيله انفلونزا وارد جدا لما ياخد اسبرين مش ممكن يكون سسته ويحصل له المصيبه دي. ولذلك الاسبرين از ابسولوتلي كونترا انديكيتد في الاطفال تحت سن 8 سنوات الا بسبيسيفيك انديكيشن. انا عايز اقول حاجه اجمل من كده. ده كمان لو الطفل انت عارف ان عنده احتماليه ان ياخد سلاسلك. يعني واحد جاله روماتيك فيبر النهارده وخف وتعالج مش ممكن ترجع له؟ ممكن ترجع له. يعني احتمال ياخد السلاسلك تاني ولا لا؟ وارد. يقول لك طعمه ضد الفاريسيلا وضد الانفلونزا. لان الموضوع ممكن يحصل بالعكس. يعني ايه بالعكس؟ يكون هو بياخد السلسلات تقوم تيجي الفاريسيلا فوقها او تيجي الانفلونزا فوقها. الريت سندروم دي من اخطر الحاجات. فيتال كونديشن، طفل اقل من 8 سنين خد الاسبرين وهو عنده بالغلط فاريسيلا او عنده انفلونزا فدخل في فيتال هيباتيك انكيفالوباسي. ولذلك يا جماعه من ضمن الاخطاء الطبيه الشهيره اسبرين الاطفال ليس للاطفال. اسبرين الاطفال مستعمل الناس الكبار تو بريفنت الاستروك، تو بريفنت المايوكارد انفاركشن، تو بريفنت الفاسكولار كونديشنز عموما انت بيت الدراج. لكن اسبرين الاطفال ليس لاستعمال الاطفال. في ناس تجادلك في الباطل، تيجي واحد يقول لك ايه بقى مش عارف كام، يقول لك طب هو لو مش بتاع الاطفال سموه اسبرين الاطفال ليه؟ شايف الحكم؟ ما اعرفش بصراحه. انت عشان صغير 75 ملي جرام عشان مثلا اسبرين لما كبر بقى اسمه ريبو ما اعرفش. لكن هو مش الاطفال مش الاطفال. خلاص يا جماعه دي ثقافه عامه. كان في واحد جالنا الاسبوع عمال يبكي موت انه واخد اورسين اسبرين وجاي عمال بيعيط موت. يا عم مفيش حاجه، ده اورسين اسبرين ما بيعملوش حاجه، ده تعمل اكتر من كده في الروماتيك فيما. يا دكتور انا عارف ان هم حاجه بس انا خايف من مدرسين الدراج. رايس سندروم هو قرع عنها ابنه خد اسبرين فهيبقى قاعد يقرا عن الموضوع فجاي الاستبان بيبكي بقى خايف ان الواد يدخل في ايه؟ في متلازمه الدراج. فلما عامه البشر عارفينها خدوا اولى بمعرفه متلازمه الدراج. الكورتيزون. اولا يا جماعه الكورتيزون الستاندرد اللي بنستعمله طول السنه هو الاورال بريدنيزون اور بريدنيزولون، حد من الاثنين. والجرعه يعني اسمها طول السنه 2 مللي لكل كيلو في اليوم واخرك 60. اذا تجاوز الطفل 30 كيلو جرام في الوزن جرعته اخرها كام؟ 60.
يعني لو واحد عنده 20 كيلو 20 في 2 بكام 40 طب 25 50 طب 30 60 طب 40 هم 60 اشمعنى 60 عدد ليه نزودش عن 60 لان دي الادلت دوز جرعه الاطفال سقفها جرعه البطل فاهمين الفكره يعني انت ممكن تقعد تعلم جرعه الطفل لغايه ما توصل جرعه البطل لو وصلت جرعه الادلت ما بتعديش اكتر من كده يبقى اخرنا كام 60 اللي هي جرعه البطن اذا نفهم من كده ان جرعه البطن الكورتيزون كام 60 ملي جرام في اليوم او 12 قرص يعني قرص 5 ملي طبعا يفضل اعطاء الكورتيزون اقراص حتى لو كان الطفل صغير طحن بتحط على زبادي على عصير احسن ما ياخد الشرب دايما احنا بنمسك في تركيز الاقراص اكتر ما بنمسك في تركيز الدواء الشرب الحاجات الثقيله زي الروماتيك فيه بريدنيزون والبريدنيزونون 2 ملي لكل كيلو طيب بيتاخد على مدى كام على مدى اسبوعين فول دوز وبعدين بعمل وذدرول في 2 ل 4 اسابيع يعني لو انا جت حاله عندها روماتيك كاردايتس ده الانديكيشن الرئيسي بتاعه بعمل ايه هديها فول دوز اوف كورتيكوسترويد لمده اسبوعين وبعد اسبوعين اسحب تدريجي يعني اسحب تدريجي يعني لو الطفل كان بياخد 12 قرص في اليومين ده ياخد كام 11 بعد يومين 3 يبقى 10 بعد يومين 3 يبقى 9 8 7 لغايه في خلال اسبوعين 4 ايه اوقف خالص طب وانا بسحب بقى اعمل ايه ادخل السلسلت ديورنج وذدرول استرويد انتروديوس سلسلت على جرعه كام يا احمد المية ولا 75 75 يعني لما انا بدخل السلسلت في الوذدرول بدخلها على ايه على 100 بدخلها على كام على 75 امتى بستعمل الكورتيزون في حالات الروماتيك كاردايتس او لو السلسلت مش افكتيف في حالات الروماتيك كاردايتس او السلسلت مش افكتيف يبقى مره ثانيه الكورتيزون المستعمل بريدنيزون او بريدنيزولون الجرعه دي ملي بركيج برداي واخر 60 اسبوعين فول دوز اسبوعين اربعه بسحب وانا بسحب ادخل السلسلت على 75 لا تنسوا هدي هنكتب السايد افكت اوف سترويد بس ان شاء الله لما ناخدها بالتفصيل الممل واحنا برينا بس خليكم بس كده هنت صغيره ليكم انتوا في الكتاب او في الورق ان احنا في سايد افكت هتتكتب هنا ناخدها ان شاء الله بالتفصيل في النفوش خلاص مهم يا شباب لو جت لي حاله فيها روماتيك كاردايتس هل يجوز ابدا فيها بسلسلت يعني هل انتوا في اخر السنه بتعملوا داونلود للتريتمنت كله ولا بتختاروا على حسب الحاله ده اللي انا عايز اوصله لكم يعني مين بيشنت عنده 10 سنين وزنه 30 كيلو جرام presented to you with history of scarlet fever من اسبوعين and now he is feverish heart rate بتاعه 180 prolonged PR interval minimum مش اوف مايترال ستينوز قاعد يقول لك ميد دايستوليك رامبل بتاع اللي هو كان يكون بسبيرمر مثلا مسموع عايز يقول لك ايه في الاخر كاردايتس مش كده ماشي وبعدين البيشنت كان عنده ارترالجيا والفيفر وكان فيه هيستوري سكارلت كده بقى روماتيك ولا مش روماتيك روماتيك انفستيجيشن عرفنا السؤال الثاني تريتمنت نكتب ايه محدش بقى يقول لي والسلسلت انديكيتد فور روماتيك ارترايت مش كلام من ده ما انت عندك الحاله كاردايتس تقوم تقول لي سلسلت ايه بيدرس لمده كام محدش برضه يقول لي شهرين في الارثرايتس شهرين في الكاردايتس واسبوعين في الارثرايتس ما انت عندك الحاله كاردايتس كل شهرين على طول اختار اللي يناسبك إيرديكيشن في ستريت ثم ننتج استرويد ديورينج وذدرول اوف استرويد ادخل السلسلت على كام على 75 طب لو الحاله ارثرايتس وبس هل في معنى في معنى ان انا ادخل الاسترويد لو ارثرايتس بس يبقى سلسلت وبس ما اجيبش سيره استرويد خالص طب لو الحاله الاثنين مع بعض كاردايتس وارثرايتس عامل هعملها وكأنها كاردايتس مش كده ولا ايه نركز لو كاردايتس مع ارثرايتس مع بعض هعملها وكأنها كاردايتس واحد يقول لي طب ما اديش السلسلت دي لسببين لانه ممكن يضر القلب في الاكيوت ستيج ثانيا ملوش لازمه ملوش لازمه يعني ده الاسترويد تجيب ونص مع الارثرايتس انا ما كنتش بستعمل الاسترويد في الارثرايتس لاني مش محتاجها لكن بما اني كده كده هستعملها خلاص هجيب نتيجه فلو كانت الحاله كاردايتس هياخد كورتيزون وانا بسحب الكورتيزون ادخل سلسلين لو الحاله ارثرايتس هياخد سلسلين ومالوش دعوه بالكورتيزون لو كاردايتس مع ارثرايتس وعامل معامله الكاردايتس ساعات واحد يحب يغلس عليك في الاسئله ولا ايه تعرف يا ابني الهارت فيلير اللي بتعالج بالكورتيزون
تعفيف البطنة ان الكورتيكوستيرويد ده واحده من البريسيبيتيتنج فاكتور فور هارت فيل انفيكشن اميون ياتروجينيك. خلاص دول اول ثلاث حاجات فيه. ياتروجينيك بيقول لك الكورتيزون. تاني اعرف يا ابن الهارت فيلر بتعالج بالاسترويد او طبعا اعرفه لما يكون عند واحد عنده روباتيك مايوكارديتس. ما هو الكورتيزون هيخفف المايوكارديتس فلما يخفف المايوكارديتس يخفف الهارت فيلر. ودي من الحاجات البارادوكس في الطب انك تستعمل دواء بيعمل عكس اللي انت متوقعه منه. يعني انا متوقع لما ادي كورتيزون يعمل لي هارت فيلر وهايبرتنشن وبتاع او استعمل الكورتيزون يقول هارت فيلر يخف لانه بيعالج السبب بتاع الهارت فيلر هو المايوكارديتس. روماتيك فوريت عليه ازاي؟ هي ولا محتاجه علاج ولا مش محتاجه؟ محتاجه عشان السوشياليزيشن بتاع الجلد مش اكتر. في دواء اسمه هالوبريدون ده افكتيف جدا يا شباب جدا لو صافي ناس اسمه التجاري على فكره اشهر من اسمه العلمي صافي ناس كل الناس عارفاه. هالوبريدون لو اسمه مش قضيه ما تقولش صافي ناس. يعني واحد من عشرة بركيش الجرعة مش مهمة خالص. دواء ده فكتب جدا كده. يعني البنت مجرد بتاخد اول قرص الحجاب بتستقل تماما. بس هو مشكلة ان هو ميجور تبانكلايز ليه سايد افكت. خلاص في ادوية اجدى بتستعمل لكن بالنسبة للمستوى الاندر جراد اللي بعرفين الصفيناس وخلاص هو مازال برضو مستعمل على طاقة بس. في دواء دي اسمه كلور برومازين معرفناش بنستعمله خالص دواء درجة. طيب ده بالنسبة للكولين. هل في حاجة تانية ممكن تضاف لعلاج الروماتيك فيفر؟ والله على حسب مش كده؟ يعني لو العيان بتاع الروماتيك فيفر جاي لي بفالفولار ده مش ممكن يحتاج راحة بعد كده على حسب المشكلة اللي جاي بيها الروماتيك فيفر. بعد ما خلصت الروماتيك فيفر وراحت لحالها هل احتمال ان الروماتيك فيفر ترجع الوالد ولا مش ممكن؟ بكام في المية؟ ده يقول لك لو الوالد جات له استريت انفكشن مرة تانية بنسبة 50% يحصل له ريلابس. طب لو الروماتيك فيفر جات له مرتين لو الاستريت انفكشن حصلت المرة الثالثة نسبة الريكرنس 100%. شايفين الارقام عاملة ازاي؟ يعني لو واحد جات له روماتيك فيفر مرة روماتيك فيفر بجد وحصل له استريت انفكشن بعد كده نسبة الريكرنس 50%. طب لو واحد جات له روماتيك فيفر مرتين وجات له انفكشن بعد كده نسبة الريكرنس كام؟ 100%. ولذلك ده محتاج بروفيلاكسيس ولا مش محتاج؟ محتاج بروفيلاكسيس. مين البروفيلاكسيس اللي هستعمله؟ هستعمل اللونج اكتنج بنسبة اللونج اكتنج بنسلين زي ما انتوا اخدتوا في الفارما ان هو اسمه البنزاسين بنسلين وده جرعته مليون و200 الف وحده عضل بالطريقه الوحيده اللي اعطاه كل 3 اسابيع لو الطفل وزنه اكثر من 27 كيلو ولو الطفل اقل من 27 ياخد نص الحقن. نص الحقن يعني كام؟ 600 ألف. يبقى رقمي كده لو الطفل وزنه متجاوز 27 كيلو جرام بدي الحقنة كاملة كل 3 أسابيع عضل مليون و200 ألف وحدة ودي جرعة لا تسامح فيها. يعني لو أنا قلت لك جرعة السلسلة كيلو من سين عادي سامح مفيش مشكلة. لو جيت أقول لك مثلا جرعة الأورال بنسلين كام برضه ممكن سامح مفيش مشكلة. لكن أقول لك جرعة اللون بيأكل في السن كام وما تقولش كده خبر مصيبة. دي مقرعات لازم تبقى حافظينها كويس. مليون و200 ألف وحدة عضل كل 3 أسابيع لو كان وزنه أكتر من 27 ولو أقل من 27 يبقى نص الحقن. اللونج أكتنج بنسلين بيوصل سيرابيوتيك ليفلز في الدم في أول أسبوع وبروفيلاكتيك أسبوعين لثلاثة بعدين. يعني أنت بتضمن لما تديه إن على الأقل لمدة 3 أسابيع الجسم ده محمي ضد الستريبت انفكشن. عيبه إيه الدواء؟ أولاً بيوجع. دي حاجة مش يستعينوا بيها، عموا مع أطفال. يا ما ناس ما خليتوش بسبب انه بيوجع. ثانيا في كمان الدواء ده مرتبط جدا برضه بحدوث الانافيلاكسس عشان كده لازم تعمل اختبار حساسيه قبل ما تديه الانافيلاكسس اللي بيحصل من السنين مميت قاتل. ولذلك لازم الاول تعمل اختبار حساسيه وكان ده بنبهكم ليه وانتم في سنه 5 اهو ان اذا الرجال يكون بعضكم بنت حائط في المنطقه عادي يعني معروف ان هو دكتور وكده فلما حد محتاج حقنه بيقول له لو هات الحقنه دي طويل المفعول بلاش انت ما تجيش في كده. لو بتعرف تعمل اختبار حساسيه اعمله ما بتعرفش ما بعرفش انت فقط شيء مش كده خالص طنش خلاص.
فتذكر يا جماعة ده من أكتر الحاجات في الطب اللي بتعمل أنافيلاكسس. ولو حصل متقاش مثلا زي ما بتدي حقنة فينسين واحسن منها انت بتدي فينسين طويل المفهوم القادم. طيب الدواء ده لو ما كانش ليه منه حساسية يبقى هو دراجو في تشولز بالذات في مصر. ليه بالذات في مصر؟ أولا رخيص حقنة بـ 4-5 جنيه تتاخد كل كام؟ كل 3 أسابيع والأم تريح دماغها يعني 3 سنة تديش يوم حالي. طب افرض الولد مش عايز ياخد الحقن في أورال بنسلين ولو عنده حساسية هياخد ايه؟ إريزيتروميسين. تفتكر دي جود تشويس أحسن من ده؟ يعني ياخد دواء شرب كل يوم من البنسلين أو الإريزيتروميسين هو خلاص أحسن؟ لا مش أحسن، مش أحسن ليه؟ البنسلين أو الإريزيتروميسين اللي بيتاخد أورال لازم يتاخد كل يوم الصبح وبالليل. تفتكروا هل الأم هتفضل منتظمة على الكلام ده؟ أول يومين ثلاثة أربعة خمسة ستة هتفضل منتظمة، بعد كده مرة هتنسى الجرعة يقول لك ما جاتش الجرعة، مرة الدواء هيخلص ينزل يا ابني هات لأخوك الدواء، مش هينزل طبعا كالعادة، والواد يفوت جرعة بالليل وهكذا. فهيحصل أخطاء كتير، فالأخطاء دي تعمل ريكارنس للستريبت انفكشن تحصل ريكارنس للروماتيك. فالأفضل على مستوى الدول النامية ايكونوميكالي and for the compliance ان انا استعمل الانجكشن احسن ما استعمل الاورال. كل الناس طبعا بتستعمل الانجكشن، كل الناس ماشيه عليه بالجرعه القليله لمده كام سنه؟ 5 سنين من اللاست اتاك او 18 سنه ايوم ما ابعد. 5 سنين من اللاست اتاك او 18 سنه ايوم ما ابعد. عمر 18 سنه ايوم بمعنى لو في طفل النهاردة عنده 11 سنة جاله روماتيك أرثرايتس هتستعمل طويل المفعول معاه كم سنة؟ 7 لغاية ما يتم كام؟ 18. طب لو طفل عنده 15 سنة وجاله روماتيك أرثرايتس هتستعملها معاه كم سنة؟ 5 لغاية ما يبقى 20 سنة. هدول اشمعنى قلت أيهما ايه؟ باخد بالأحوط 5 سنين من لاست اتاك ولو ما كانش كمل ال 18 سنه كملهم خلاص الا اذا كان عنده روماتيك هارت ديزيز ياخدها فور لايف. يبقى روماتيك هارت ديزيز بياخدها ايه؟ فور لايف. يعني دي ما فيهاش هزار لان ذا ريسك اوف ريكيرنس اوف روماتيك ليفر از اجريفيشن اوف فالفولار داش. يبقى علاج الروماتيك ليفر ببساطه هي ايه؟ انفكشن عمل الانفلاميشن، عالج الانفكشن وعالج الانفلاميشن. علاج الانفلاميشن يعني نون استرويد يا استرويد. النون استرويد هو الساليسيليت يستعمل امتى؟ في الارثرايتس او انا بسحب الكورتيزون. طب الاسترويد امتى؟ في الكاربايتس. الاسترويد يستعمل في الكاربايتس. الروماتيك كوريا لو عايز تديها عليها هيبقى الصافيناز او الهالوبريد. لا ما يمكن ان يقال في الروماتيك فيفر خاصه عند الجراديوتس. واعتقد على البوست برضه طبعا مره جايه وهيكون حصل بعدها قدام الدكتور ديولوجي ومعاه الهيومنت في دروس باذن الرحمن انت في الجنرال بقى. ربنا ييسر في كتاب الاسم باذن الله يا رب. ربنا ييسر حاليا لحد الاثنين هيبقى جاهز ان شاء الله. لحد يوم الاثنين هيبقى جاهز. فربنا ييسر حاليا.